مستمرين معاكم مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي جت ميعاد الفقره الثانيه من حلقه الاهلي الليله، وهي فقره حواريه اخرى بعد الفقره الاولى الكابتن علاء ميهوب، واللي كان حديثه مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي في هذه الفتره الصعبه على الجماهير وعلى النادي الاهلي، واكيد كان حديث مهم جدا كابتن علاء ميهوب. الفقره الثانيه مستمرين معاكم، وحديث اخر هام للغايه ولعبه اخرى هي رياضه الملاكمه، علشان كده بيسعدني ان يكون معايا في هذه اللحظات الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه. دكتور مساء الفل عليك، منور. مساء الخير حضرتك وسادة المشاهدين. الحمد لله تمام. وايضا بيشرفنا وينورنا كمان كابتن او مدربه المنتخب الوطني كابتن ناديه عبد الحميد الحاصله على جائزه الابداع الرياضي كمان، ومبارك لها ومنورانا ومشرفانا. كثير حضرتك، الاخبار كل شكرا الحمد لله. يعني جزئية مهمة، والملاكمة بالتحديد رياضة مهمة جدا، وبالمناسبة الفترة دي في إقبال كبير جدا عليها من الشباب المصري، وفي دروس برايفت كمان بتتعمل ليهم. لكن عايز أبتدي مع حضرتك عن هذه الرياضة بالتكريم الأخير لكابتن نادية وجائزة الإبداع الرياضي، رأيك فيها إيه وأهمية هذه الجائزة بتاعتنا؟ والله طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر الكاست الجميل في قناة الأهلي إن يعني بيجيبوا ألعاب غير الكورة، فده حاجة جميلة جدا إن حضرتك استضفنا كلعبة مشهورة جدا ولعبة محبوبة جدا. شرف لينا طبعا معانا، الله يخليك. فالشباب كلهم بيحبوا هذه اللعبة، بس هي عايزة إن إعلام شوية يضغط عليها. زي ما قلت لحضرتك الملاكمة من الألعاب المعروفة جدا لدى الشباب، وإحنا الحمد لله في 2018 إحنا بنعتبرها سنة يعني ماسية أو سنة ذهبية على الاتحاد المصري الملاكمة، لأن حققنا فيها أفضل إنجازات يمكن على مر 40 سنة. ابتدت الإنجازات بالفوز بالبطولة العربية للشباب اللي كانت معمولة في المركز الأولمبي في المعادي، والفريق الوطني حصل على 9 ميدالات من 10 منهم 5 ميدالات ذهبية. وبعدين نفس الولاد الشباب دول راحوا إلى المغرب في البطولة التأهيلية اللي على مستوى أفريقيا، وخدوا وحصلوا على 3 ميداليات ذهبية تأهلوا بهم إلى الألعاب الأولمبية وبطولة العالم، وكان معاهم برضو ميدالية برونزية تأهل بها لبطولة العالم. وبعدين رحنا بعد كده لدورة البحر الأبيض المتوسط، كان الفريق الكبير حصل 3 لاعبين لأول مرة في تاريخ الملاكمة المصرية على 3 ميدالات ذهبية، والمركز الأول على كل البلدان في دول البحر الأبيض المتوسط. يعني حضرتك مصر الأول، بعديك تحتيك فرنسا وأسبانيا وتركيا وصربيا وتونس والجزائر والمغرب. في حوالي 20 دولة تحت مصر، كان لأول مرة ده يحصل في تاريخ إن الفريق الوطني المصري يحصل على 3 ميدالات ذهبية في اللعب البحر الأبيض المتوسط. وبعد كده رحنا لبطولة العالم للشباب اللي كانت معمولة في بودابست في المجر، وبرضه ولادنا أول مرة في التاريخ أيضا نحصل على ميداليتين في بطولة العالم. يعني احنا متوقع بنعمل مركز خامس بنعمل ميدالية، لما كان أول مرة نعمل ميداليتين أولمبياد في بطولة العالم كانت معمولة في المجر. طلعنا منها على بطولة أفريقيا، او بطوله افريقيا كانت قبلها 4 لاعبين وبنتين، والست جابوا ميداليات ما بين ذهب برضو وفضه وبرونز. تمام. وبعدين رحنا بقى الفاكهه بتاعت الرياضه كلها اللي هي الالعاب الاولمبيه، الحمد لله برضو وصلنا ب3 لاعبين اللي هو مروان وجودزيلا احمد جودزيلا ويوسف قرار، والحمد لله جودزيلا واحمد الصاوي احرز الميداليه البرونزيه ميداليه اولمبيه كانت جميله قوي برضو. طيب. وبعد ده بقى كله جت الكابتن ناديه كانت هي بقى عملت الفاكهه بتاعت الانجازات اللي عملناها، والحمد لله ربنا اكرمها وحصلت على المركز الاول في الابداع الرياضي في التدريب الرياضي. الناس فاهمه ان هي خدتها في الملاكمه، لا هي خدتها في التدريب الرياضي العربي، يعني طلعت الاولى او فازت بالمركز الاول على كل المتقدمين في هذه الجائزه الابداع الرياضي اللي حضرتك فزت بيها كمان في 2009 و2010. احنا فزت فيها أول الحمد لله انا فزت فيها كنت 2009 كنت النسخه الاولى. النسخه الاولى كان رايح مقدمين تخطيط الاولمبي، الحمد لله قدرنا نحصل فيها برضو على المركز الاول، بس بقى بعد 10 سنين واحده من ولادنا ان تفوز بيها، دي حاجه كويسه جدا، ده دليل ان مصر زي ما بيقولوا ولاده. يعني انا فزت بيها من 10 سنين ونادي ما شاء الله حصلت عليها في 2018، انا حصلت على 2009 ونادي 2018. حضرتك سلمت لها الجايزه ولا؟ نعم؟ حضرتك سلمت لها الجايزه؟ لا هي لسه هم اتصلوا بيها انا ساعدتها ان توصل للجايزه طبعا. انما هي حضرتك اتصلوا بيها في الامارات ان شاء الله اعمل لهم تسليم الجوائز ديت هي واولادنا اللي فازوا احمد الجندي ومحمد صلاح ومحمد كمان. صلاح النجم العالمي طبعا ومحمد ايهاب محمد ايهاب الربيع الكبير طبعا وفريق الاسكواش كلهم رايحين ان شاء الله
من خلال اتصالات بالناس في دبي. ان شاء الله هم رايحين من يوم 7 ليوم 9/1 لاستلام الجائزه من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الوزراء وحاكم دبي. جائزه كبيره وببارك لك اكيد عليها، وعشان توصلي الجائزه دي اكيد عملتي مجهود كبير، لكن خلينا في البدايه نجيب القصه من اولها. البدايات كانت ازاي؟ القصه من اولها يعني انا بدات كلاعبه ملاكمه، كان عمري 15 سنه. تمام. ساعتها لعبت اول بطوله جمهوريه، كان عمري حوالي 16 سنه تقريبا. كنا ساعتها لسه ما فيش لعبات ناشئات، فكنا بنلعب في الدرجه الاولى على طول، فالحمد لله حصلت على اول جمهوريه. استمرت، جبت اول جمهوريه لحوالي 6 سنين. انضميت للفريق القومي بعد اول بطوله جمهوريه لعبتها، وشرفت ان كان مدربي والمدير الفني للمنتخبات القوميه دكتور عبد العزيز. البدايات كانت سله ولا دكتور عبد العزيز غنيم؟ قبل كده حاجات مش عنيفه قوي. فكان دكتور عبد العزيز غنيم كمان بيدربني في الوقت ده. كان ليا الشرف طبعا. وبعدين استمرينا الحمد لله. انا كنت لعيبه باسم مؤسسات العسكريه، فرشحني ليو مجدي اللوزي لان انا امتهن مهنه التدريب. والحقيقه يعني الفضل بعد ربنا بيرجع للدكتور عبد العزيز غنيم وليو مجدي اللوزي بدعمهم ليا ان انا اخوض مجال التدريب وادخل في مجال التدريب. الحمد لله بعد كده دكتور عبد العزيز غنيم رشحني لتولي تدريب منتخب مصر للملاكمه. الحمد لله عملنا نتائج كويسة، وبفضل التخطيط الجيد للاتحاد المصري للملاكمة وناس اللي شغالة فيه كلها، الحمد لله عملنا موسم تاريخي للملاكمة المصرية وعملنا نتائج طيبة الحمد لله. والموضوع يعني ما كانش سهل بالمرة. أكيد طبعا. يعني طبعا فكرة إن يعني مدربة بتدرب ملاكمة وولاد، فالموضوع كان الأول صعب، بس طبعا بدعم الناس المحترمه في الاتحاد طبعا برئاسه دكتور عبد العزيز. هنيجي لجزئيه التدريب طبعا ومساند دكتور عبد العزيز غنيم. لكن البدايه وانت داخله او انت فكرتي تلعبي ملاكمه، هل كان في صعوبات واجهتك؟ مثلا العائله ممكن كان يبقى ليهم راي، بما ان يعني الثقافه عندنا هنا في مصر بنت مثلا بلاش رياضات عنيفه، الامور ده جت بالنسبه لك ازاي؟ والله هي شويه يعني الاسره عندنا دوني يعني من صغري دوني حريه ان انا اتصرف زي ما انا عايزه طالما بتصرف صح. فالموضوع طبعا فكره ملاكمه صعبه شويه بالنسبه للبنات، بس خلينا نقول انها رياضه زي اي رياضه. يعني البنت بالعكس هي بتعلم بنت ازاي تدافع عن نفسها، ازاي يكون عندها سيلف كونفيدنس، ثقه في النفس وكده. فالموضوع ما كانش بالمره يعني سهل ان الواحد يخوض التجربه دي، بس بدعم الاسره وبدعم الناس اللي حواليك اكيد الموضوع بيكون اسهل. اكيد طبعا. طب دكتور عبد العزيز، بما اننا كنا بنتكلم طبعا مع كابتن ناديه وهي مدربه المنتخب الوطني، اختيار المدربين للمنتخب الوطني وكمان اللاعبين ازاي بيتم الاختيار ده، وايه الاسس والاستراتيجيات اللي انتوا من خلالها بتختاروا الاختيارات دي سواء على صعيد المدربين او اللاعبين؟ شوف حضرتك، احنا عندنا منظومه محترمه جدا. تمام. في الاتحاد المصري للملاكمه مجلس اداره محترم، وناديه من المدربين اللي احنا دفعنا بيهم الى الحصول على الشاره الدوليه او النجمه الدوليه الاولى، هي دلوقتي معاها نجمه الدوليه الثانيه. فاحنا بحضرتك بنمشي في محاور متعدده. تمام. محور حكام برئاسه المهندس كمال عبد السلام، محور حكام مصر التحكيم. حكام في اللي عندنا لجنه محترمه قوي، المهندس كمال عبد السلام هو رئيسها. تمام. وبرده ساعد الحكام 14 حكم دخلوا دوره وخدوا الدوره النجمه الاولى. كان احنا اول مسكنا الاتحاد كان في 3 حكام دوليين فقط، ومره واحده نجحنا 14 حكم في دوره دوليه. واصبح هنا الحكام، ادي خط الحكام ماشي، وفي خط بقى الاستراتيجي او الهدف او عشان الفوتشر او عشان المستقبل، ده مجلس الاداره اللي بيضعه وانا معاهم. والدكتوره ماجده اسماعيل كان برضو من احد الدعائم الاساسيه اللي طلعت ماجده كانها تساعد فيها انها تبقى مدربه يعني. وعندنا مجلس اداره محترم جدا، النهارده كنا لسه عندنا اجتماع في مجلس الاداره وكل الناس هنونا بتولي الكابتن ناديه بهذا الموضوع. وبعدين عندنا مستوى الثالث او المحور الثالث اللاعبين. احنا حضرتك بنعمل بطولات جمهوريه، بنختار افضل العناصر سواء اللي فاز في المركز الاول ما فازش، وبندخلهم زي ما بيقولوا مفرمه ثاني. يعني الثلاث ولاد دول احنا وصلنا بخمس ولاد رحنا بيهم افريقيا. اقول لحضرتك والله يا كابتن احنا اخترناهم من 1000 ملاكم.
1000 ملاكم عدد كبير. عملنا تجارب لمده 3 سنوات ونص، عملنا 23 تجارب و8 بطولات رسميه على مستوى الجمهوريه. من 1000 ملاكم وصلنا بالخمسه دول، اللي هم الثلاثه منهم اللي تاهلوا للالعاب الاولمبيه بطوله العالم، ودي المكسيم كوت او ده العدد الاقصى للتاهيل. يعني في واحد يقول لك ده ما خدوش اربعه ليه؟ ده يعني ده ممنوع اي دوله في الاولمبيات اللي الشباب يتاهل باقصى عدد بثلاثة، يعني واحد او اثنين او ثلاثة بس، ده اقصى عدد. ده بالنسبه للشباب. احنا برضو الفريق الكبير بنعمل له تجارب وبنعمل له بطولات دوليه عديده، وبنعمل معسكرات داخليه او خارجيه، وبرضو باستمرار بنعمل كومبيتيشن او بنعمل منافسات بينهم عشان يفضل الملاكم تحت الضغط التنافسي. لان الملاكم لو اتمرن بس ما ينفعش، لازم يتمرن، يبقى في عنده تارجت او عنده هدف يشتغل عليه. فلازم هنا بنقول له مثلا احنا بنعدك لدوره العاب البحر المتوسط. احنا ده الهدف اللي كان الاساسي في الفتره اللي فاتت، وخدنا 3 ميداليات دهب، فبنريح الناس شويه، وبعدين بنعمل معسكر تاني ونعمل تجارب تاني علشان التارجت اللي بعد كده اللي هو التأهيل الى الالعاب الاولمبيه 2020. فعندنا 3 محاور، لو الحكام والمدربين واللاعبين. ابرز الانديه اللي بتدعم المنتخبات المصريه في الملاكمه مين؟ والله اقول لحضرتك حاجه، كانت المؤسسات الرياضيه طبعا العسكريه، ما شاء الله هم طبعا هم التوب دلوقتي، وبرضه في بعض بقى الانديه اللي صعدت زي مركز شباب المعادي والسنبلاوين والترسانه، ففي بعض انما هي اللي مسيطر على النتائج دلوقتي هي المؤسسات الرياضيه العسكريه، لان عندها جيش من اللاعبين وجيش من المدربين وبيصرفوا كويس على اللاعبين. طيب كابتن نادي، اكيد كان ليكي قدوه معينه، شخصيه معينه انت كنت معجبه بيها، اديتك حافز ودافع ان انت تخوضي في البدايه هذه الرياضه وكمان تبقي مدربه للملاكمه. تمام. هو خلينا نقول ان 99% من الملاكمين قدوتهم محمد علي كلاي. أكيد. يعني اكيد طبعا. يعني في 1% الباقيين بيحبوا تايسون يعني. فطبعا قدوه الملاكمين طبعا محمد علي كلاي، بجانب ان وانت لاعب دايما بيبقى محمد علي كلاي. بعد كده لما بتدخل في مجال التدريب او كده بتبص على الناس اللي عملوا نتائج كبيره في التدريب ونتائج كبيره لمصر. يعني طبعا قدوتنا دكتور عبد العزيز غنيم واربع ميداليات اولمبيه. خمسه ولا ايه؟ في التدريب تعتبر واحده. واحده كمان، وطبعا دكتور رئيس الاتحاد. بنكلم حضرتك مدرب يا ريس. مدرب ابو رضا. تمام. لا انجازات كبيره بصراحه عملها طبعا. فطبعا هو الموضوع كمان ان احنا مهم قوي ان احنا نتعلم من الناس اللي عندهم خبرات اللي قبلنا، سواء كانوا لاعبين واحنا بنلعب. يعني بقول دايما اللاعب يعني حاول تتفرج على الفيديوهات، حاول تشوف، حاول تقلد، حاول تشوف مين الستايل بتاعه ممكن يمشي مع الستايل بتاعك. واحنا مدربين لازم نتعلم من المدارس الكبيره ومن المدربين الكبار اللي اثروا الحياه الرياضيه بنتائج كبيره. والمدارس اللي زي مدرسه كوبا اللي الاتحاد المصري للملاكمه فيه خبير يعني اشتغل فيه من كوبا، والمؤسسات العسكريه بتوفر برضه، لان كوبا هم رقم واحد في العالم في الملاكمه. فاحنا استفدنا منهم وبقى لينا اسمنا وبقينا مدرسه يعني في الملاكمه دلوقتي بالنسبه لمصر. في فرق ما بين ممارسه الملاكمه في مصر وفي اوروبا من وجهه نظرك؟ والله هي اللي خلينا نقول يعني لو بصينا على يعني احنا عندنا الماتيريال بتاعه اللاعب، الخامه بتاعته تعتبر هايله جدا، خصوصا في مراحل الشباب والناشئين، بسبب العوامل المعيشيه والعوامل الظروف الجويه والكلام ده كله. اوروبا بتتفوق علينا بحته بقى الامكانيات الكبيره والحاجات الحديثه، بس الحمد لله احنا اللعيبه بتوعنا اتغلبوا. يعني احمد جودزيلا كسب لاعب امريكا في اول بطوله يسافرها دوليه، لعب كسب لاعب الولايات المتحده وجاب ميداليه ذهب في بطوله بلغاريا الدوليه. فاحنا عندنا خامات كويسه هايله جدا، بس طبعا طرق التدريب بتختلف من دوله لثانيه. يعني الجانب الروسي مختلف عن كوبا عن اوروبا، احنا عندنا المدرسه المصريه شويه مختلفه شويه يعني. طب ده هيخليني اسال دكتور عبد العزيز غنيم، يعني ليه ما يتمش تطوير طرق التدريب بما يوازي لممارسه الملاكمه في اوروبا؟ ليه ما يتمش او نحاول، او هل هيكون في محاوله لتطوير طرق التدريب هنا في مصر عشان يكون في تطور اكتر وفي نجوم اكتر وابطال اكتر؟ لا هو مش محاوله، احنا فعلا بادئين هذا الكلام من 5 سنوات، من ساعه ما انا مسكت رئيس الاتحاد. انا قعدت اكثر من 20 سنه مدير فني وسافرت العالم كله، وكان ليا احتكاك مباشر بالمدارس المختلفه. الدليل على كده ان احنا عندنا مدرب كوبي القوات المسلحه موفره لينا، مستر اولزيس، عشان بيشتغل مع الفريق الكبير، وكنا احنا جايبين خبير كوبي تاني يشتغل مع فريق الشباب لغايه بطوله العالم.
فاحنا عندنا احتكاك كبير بالمدارس المختلفه وبنعمل مسارات خارجيه كتير جدا، بس هي دلوقتي ديك ذات اليد زي ما بيقولوا، ما بنطلعش دلوقتي مسارات زي الاول. يعني احنا في لغايه 2016 كنا تقريبا بنعمل كل ست شهور معسكر خارجي، وعملنا قبل الالعاب الاولمبيه بريو عملنا ثلاث معسكرات في كوبا خلال سنه واحده. بس كانت الاسعار او وكانش لسه سعر الصرف زاد زي الوقت، كان الاول اليورو دولار كان يعني كان زي ما بيقولوا على الموضوع يعني نقدر نسافر، انما دلوقتي الاسعار هي بره شوي. لا يعني هي بره بس الاسعار هنا اختلف شويه. فاحنا دلوقتي مثلا قبل الالعاب البحر الابيض المتوسط عملنا معسكر الاسبانيا لمده 15 يوم، وهو ده اللي كان ليه التاثير المباشر ان احنا عملنا ثلاث ميداليات ذهبيه في العاب البحر المتوسط. وعندنا الجهاز التدريبي ما شاء الله، احنا عندنا الكابتن سعيد حسن هو رئيس الجهاز التدريبي ومدير الفني للفريق الكبير، وتحتيه اكثر من 20 مدرب احنا بنستعين بيهم في السفريات وبنستعين بيهم في التدريب. وحطيت انا حاجه جميله قوي، قلنا في فريق الشباب والناشئين المدرب اللي يدخل اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه الفريق الوطني يخش معاهم يساعد معاهم، عشان بنعمل تحفيز للناس تشتغل كويس، وبنعمل تحفيز للناس وصفرنا مدربين مع اللعيبه بتاعتهم اللي هم بتوع الانديه. عملنا حاجه ثانيه كمان، قلنا المكافآت حتى اللي تيجي من الوزاره مدرب النادي بياخد جزء منها. يعني انا بعمل تحفيز كبير عشان الناس تشتغل وعلى الناس تعمل. انما زي ما النادي قالت ان عندنا خامه جيده جدا وعندنا لعيبه كويسين وعندنا مدربين هايلين جدا، بس عايزين يعملوا اكتف شويه، عايزين يشتغلوا شويه. وانما احنا حضرتك فاتحين اتصالاتنا مع الدول المختلفه ومع كل المدارس الاوروبيه سواء كوبا او الدول الروسيه اللي هم بيعتمدوا برضو على المدرسه الروسيه العنيفه بقى، فاحنا بنستفيد من الكل. وده كده بقول احنا عندنا مدرب كوبي، وان شاء الله احنا نجيب مدرب كوبي كمان للشباب اللي احنا بنشتغل عليهم دلوقتي اللي هم مواليد 2004 2005. زي سيادتك في اول اللقاء من قلت حاجه، احنا عملنا قرار ما بين 1000 ملاكم وصلنا لخمسه، هنكررها تاني مع مواليد 2004 2005 عشان ان شاء الله يتاهلوا الاولمبياد 2022. مهم ان احنا نستعين بمدربين اجانب؟ مهم جدا. وايه الفرق كمان ما بين الاجانب والمصريين؟ لا هو ما فيش فرق كبير، بس المدرب الاجنبي لما بيجي بيبقى مركز قوي وفاضي قوي وقاعد للحته دي. انما المدربين المصريين عندنا فينا عندنا بعض العواطف، انا نازل النهارده عندي مشكله، عندي اجازه خميس وجمعه. المدرب الاجنبي قاعد، فممكن يبقى في لاعب واحد قاعد هو يدربه، انما هو المدربين المصريين كويسين جدا طبعا. بس هو المدرب الاجنبي مطلوب في مرحله معينه، خصوصا لما بتكون انت بتبني او بتبني فريق. هو بيبقى متفرغ تماما للحته دي، ما عندوش عواطف، ما عندوش معلش انا نازل النهارده اصل عندي ظروف، لا هو قاعد متفرغ تماما للتدريب، خصوصا لما بنبني فريق. زي ما بنينا فريق 2000 و2001 ان شاء الله الفتره الجايه عندنا 2004 2005 واحنا دلوقتي بنسعى مع الاتحاد العربي ان شاء الله برضو مصر تنظم البطوله العربيه الثالثه لثالث سنه على التوالي تنظم في مصر اللي هي مواليد 2001 و2002، وان شاء الله تبقى في المركز الاولمبي في المعادي. ويا ريت حضرتك تشرفونا في شهر فبراير القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن ناديه، اكيد انت كسيده كان في صعوبات واجهتك سواء كلاعبه او كمدربه كمان دلوقتي، ايه ابرز الصعوبات دي؟ هي صعوبات كلاعيبه بتواجهك، فكره انك لا هلعب ملاكمه، لا مناخيري هتتكسر، لا هتعور، لا البنت موضوع، لا البنت بتلعب رياضه الاول. في اول ما بنلعب طبعا مش بندخل فايت او بنلعب ماتشات، بنتعلم الديفنس، بيبقى في طبعا وسائل حمايه لينا وكده. بجانب تاني حاجه شويه الكالتشر بتاع المجتمع ثقافته عن الملاكمه، لا ملاكمه بعد شويه اول ما بيحصل بنعمل بطولات بمستوى بتاعك بيرتفع او كده تبدا النظره بتختلف، والناس لا طب انا عايز اجرب انا كمان، تبدا الموضوع ينتشر. بجانب ان اول ما بتدخل في مرحله التدريب خصوصا لما يبقى المجال ما فيهوش مدربات سيدات، يعني لو مثلا نادر جدا يعني نادر صعب يعني انك تلاقي مثلا اول ما بدات انك تلاقي مدربه ملاكمه، ففكره انك تلاقي سيده بتدرب ملاكمه وتدرب ملاكمه للشباب فالموضوع بيبقى صعب شويه. بس طبعا شغلك ونتائجك وادائك هو اللي بيرشحك انك تتقدم بعد كده، هو الناس المسؤوله بتشوف مستواك وبتشوف شغلك وبتشوف علاقتك شغلك في التدريب وعلاقتك مع الناس وعلاقتك مع اللاعبين وسلوكك، بناء عليه بيتم ترشيحك لمستوى اعلى من كده في مرحله التدريب. اصعب موقف تعرضت ليه على مدار المسيره الطويله دي؟ اصعب موقف
وهي معايا في السوبر. ايه الموقف ده؟ كل المواقف مع الدكتور عبد العزيز بتبقى صعبه الحقيقه. كل المواقف حرام عليك. كل المواقف لا يعني كل موقف معاه هو بيعلمنا منه حاجه الحقيقه يعني بيعلمنا في حاجه. ايه ابرز موقف من المواقف دي؟ لا في الحياه العاديه طبعا. ما قلتيش انت هقولها. لا مش هقول. لا خلاص قول لحضرتك. لا احنا كنا في الارجنتين كنا عندنا ضغوط عصبيه كثيره قوي ان في لاعب خسر يعني التحكيم بيلعب دور كبير قوي في نتائج المباريات. ففي حد خسر فبصيت لقيت احنا خلصنا مباراه الساعه 6 فبسال على النادي قالوا لي دي نامت من الساعه 6 بالليل الساعه 6 الصبح. قلت انت بتهربي من لازم الضغط العصبي المباريات لان انا قعدت فتره طويله مدرب الضغط العصبي بتاع المباريات والنتائج ويعني بتضغط هي ما استحملتش دي عشان اول مره تطلع اولمبياد فنامت 12 ساعه فقلت خلاص سيبوها بقى نايمه الصبح. طب حضرتك اتفضلي. لا التحكيم الحقيقه في الاولمبياد كنا يعني عندنا ولدين. لا عندنا الحقيقه المفروض كنا يعني الحمد لله على كل حال طبعا بس كنا المفروض نرجع بثلاث ميداليات. بعدين لما يبقوا الولاد كمان انت معاهم بقالك فتره وكانهم يعني ايه كانوا ولادي او اخواتي الصغيرين فلما واحد بيخسر ظلم قدام فبتبقى الدنيا صعبه قوي معاك. وبعدين انت بتبقى عامل مجهود كبير وتعب تعب كتير قوي وتخسيس ويعني مجهود وقدم كل اللي عنده الولد فبيبقى مواقف صعبه قوي يعني الحقيقه. طيب دكتور عبد العزيز ليه التحكيم في الالعاب الفرديه بالتحديد بيبقى اخطائه كتير قوي؟ يعني من خلال متابعتي او من خلال يعني بحكم شغلي كنت بشوف العاب فرديه وكنت بنزل وبتفرج على البطولات وكده وكنت بشوف اخطاء تحكيميه كبيره جدا. ليه الالعاب الفرديه بالتحديد الاخطاء التحكيميه بتبقى واضحه وبتبقى كتير في نفس الوقت؟ الاسباب ايه؟ خصوصا في الملاكمه. وخصوصا في الملاكمه لان حضرتك ما فيش معايير بتحكم الحكم. يعني هو يقول لك يعني هو رايه يعني غير ما هو يقول لك انا الراي كده انا بيقعد يتفرج على مباراه والكمبيوتر قدامه الاحمر محطوط على 10 والازرق محطوط على 10 فهو بيقعد يتفرج المباراه فهو بينزل هو من وجهه نظره ان سيادتك يا زميلي سيبك عند ال 10 وانا خسران بينزلني عند التسعه فهو ده بيبقى يعني مستوى شخصي اكتر منه. طب حل الجزئيه دي ايه؟ ما هو في ناس كتير بتتظلم بصراحه يعني. ما هنعمل ايه؟ طب وبعدين ده كمان حطوا في القانون ممنوع البروتيست يعني ممنوع الاعتراض كمان. يعني حطوها في القانون كمان ولا حتى بعد المباراه؟ الاول كان في ممكن تعترض تدفع $500 دلوقتي قال لك ما فيش اعتراض خالص. بس احنا بنحاول بقى نوعي اولادنا سواء المدربين او اللاعبين يلعبوا بحيث ان زي ما بيقولوا يعني يركبوا المباراه من اولها يعني حتى ما يديش فرصه بقى للحكم لان انت في ايدك انت تعمل الكلام ده. انا عندنا بعض اللاعبين اللي الكابتن بتقول عليهم دول هم يكسبوا بس ما امنوش مكسبهم. يعني في فرق بين المكسب وتامين المكسب. يكسب يعني الماتش بيبقى كده فرق عنه حاجه لا امن المكسب اطلع بيه شويه لان دايما اللي هو موت الجيم شويه يعني يعني ايه يعني ممشي الجيم يعني ممكن انت تكسب ممكن انا اكسب هنا بقى تخش النواحي الشخصيه التحكيمية. لا مش يعني مش عايز اسميها اخطاء نقول اهواء شخصيه يعني حضرتك يعني مثلا مصر بتلعب مع امريكا وفي ثلاثه من اوروبا مثلا قاعدين او مصر بتلعب مع روسيا وفي اثنين من الدول الروسيه قاعدين فبتبقى هنا فيها ايه اهواء شخصيه شويه انما احنا بنعلم اولادنا ان هو يبقى راكب المباراه او فارق شويه يامن مكسبه. يعني انت تكسب المباراه زي ما هي قالت في اتنين ولادنا يكسبوا هم يكسبوا بس ما امنوش المكسب. تامين المكسب لا اهم تامين المكسب بيجي ازاي؟ هو بيدي له اشاره اخر 10 ثواني بيدق على الترابيزه كده الميقات المفروض في ال 10 ثواني دول انا اطلع بقى فيهم كل اللي عندي يبقى انا راكب المباراه يبقى سجلت اربع خمس لكمات ممكن اخد اكسب بيهم الجول لان عندنا جول كمان اللاعب قبل المباراه يعني دي لازم يا فندم لازم دي ما دي الثقافه بقى اللي احنا بنديها له ثقافه الفوز وبنديهم برضه ثقافه الهزيمه يعني دايما ده شغل مهم جدا ده شغل مهم يعني انا بلعب في الاولمبياد في كل الرياضات انا بلعب في الاولمبياد ما ينفعش اما اخسر اعمل هيصه وازعق واعمل لا مش الكلام ده عندنا ثقافه فوز وهزيمه فبنلازم الولد او البنت اللي راح تلعب مباراه لانها بتحمل شارة دوله وعلم دوله حتى لو اتظلمت وحتى لو اتغلبت لازم انزل وفي قنوات شرعيه نتكلم فيها انما ما فيش اسمها يعني يخرج عن المالوف انما احنا حضرتك بنعلم الثقافه دي سواء ثقافه فوز او ثقافه هزيمه دي مهمه جدا أكيد. عند اللاعبين عشان كده بنعلم الاول المدربين وعملنا له منها ثلاث دورات تدريبيه دوليه بنجيب لهم احسن خبراء في العالم أكيد. انا محاضر دولي بس ما ينفعش اشتغل في مصر يعني بحاضر في الدول الاخرى بس ما ينفعش احاضر في مصر. طيب خطه اتحاد الملاكمه الموسم ده عباره عن ايه؟ الموسم ده زي ما قلت لحضرتك في البدايه ده يعتبر الموسم الماسي او الموسم الذهبي او الموسم التاريخي للملاكمه المصريه زي ما قلت لحضرتك في البدايه. الفتره الجايه ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هنبدا ان شاء الله من 2019 بالبطوله العربيه الثالثه للشباب في القاهره
وبعدين نبتدي بقى ننقل على الفريق الاول عشان نعده الى 2020، نكمل اعداده ل 2020. الخطه ل 2020 من دلوقتي بدينها من دلوقتي؟ لا دي بدات من فتره اربع ثلاث اربع سنين. مهم جدا لان اكيد دلوقتي ده استعداد قوي. ده الاولمبياد بعد بكره. اه بالظبط. لا 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 احنا بقول لحضرتك ان ما في محطات. يعني احنا خلصنا الخطه لغايه البحر المتوسط، فلازم الكيرف ينزل. أكيد. بينزل شهر شهرين ثلاثة ما التمرين بس ما فيش كومبيتيشن. نبدأ بقى من أول شهر يناير إن شاء الله في 2019 يبتدي الكيرف يطلع تاني. يطلع إزاي؟ يطلع بالتنافس. دلوقتي هم شغالين على برنامج تدريبي في المركز الأولمبي في المعادي اللي موجود في مستر أورزيس اللي هو الخبير الكوبي اللي موجود للمؤسسات العسكرية والجهاز الرادار العسكري. طبعا. بنحيي العميد حازم إن هو مدهولنا بيمرن ولاد الولاد المنتخب 80% منهم من المؤسسات العسكريه. طيب. فهو مدينا لهذا الرجل ومع الكابتن سعيد وشغالين تدريب عشان نبدا التنافس ان شاء الله في اول يناير. ان شاء الله دايما بالتوفيق يا رب. يا رب. ان شاء الله. يا كابتن ناديه عايز اسالك عن الفرق ما بين تدريب الشباب والبنات. طيب. ايه الفرق ما بين التدريب ده وده وايه الافضل لك كمدربه؟ اوكي بالنسبه للتدريب يعني هقول لحضرتك حاجه غريبه شويه. تفضل. استجابه البنت في التدريب اسرع من الولد. استجابه البنت برضه مفيش فايده يعني ده انت نجحت مع الشباب برضه والبنت خلينا نقول الاستجابه متحيزه شويه متحيزه جدا استجابه طب اسمعي بقى كلام الدكتوره ماجده بقى وخد البنات دربيها طب يلا استجابه البنت بيكون في استجابه سريعه نتيجه ان البنت بيكون عندها موضوع المرونه في الحركه او كده اسرع لكن حته انك توصل بنت لمرحله البطوله الصعوبات مش بتبقى في الحته الفنيه الصعوبات في الحته الاجتماعيه بالنسبه لمصر البنت علشان تجي لك التمرين لازم تكلم مامتها وباباها وخالها وعمتها وكل العيله علشان تروح التمرين فانت بتعاني علشان لو بنت مثلا الولد لو قلت له تعالى الساعه 3 بالليل التمرين هيجي مفيش مشكله فالبنت وبعدين ايه اللي هو ممكن البنت تجهزها وتشتغل معاها وبعد كده تلاقي مثلا باباها يقول لها لا ما تروحيش التمرين او ما تروحيش البطوله فاللي انت كل اللي انت عملته بقى فيه مشكله طبعا بجانب ان 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 كمان ال 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 الولاد يعني خلينا نقول لما تدربهم مدربه ده اللي انا نتيجه الخبره اللي اخذتها معاهم لما تدربهم مدربه بيكون في ما بينهم كيمياء الولد بيكون في ارتياحيه في التدريب يعني ان هو بيكون في الموضوع بيكون مع المدربه مع المدربه المدربه بتطبطب عليه اصلا وانا مش عايزين تطبطبوا احنا عايزين حبايب لا ما هم ابطال فعلا يعني الحمد لله عملوا بطولات كبيره جدا الحمد لله وكان نجاح يعني الحمد لله هم خلينا نقول برضو ان يعني التعب الناس كلها تعبت فيه وبحب يعني حي كمان الولاد كلهم التعب والعرق بتاعهم هو كمان وصلنا لده كله الحمد لله فخلينا نقول ان تدريب الولد هيدي لك نتيجه سريعه او هيدي لك نتيجه تقدر تقول فيها نسبه تامين لشغلك اكيد تدريب البنت شويه عندنا في مصر في صعوبات كتيره زي ما قلت لحضرتك بنت بتيجي بتلاقيها بتتمرن شويه بعد شويه ممكن تتخطب بعد شويه تتجوز بعد شويه خلاص لما هي. خلاص بقى يعني الموضوع خلاص بقى بكل سهوله يعني خلاص الموضوع بينتهي بالنسبه لها تمام طيب يعني برضو عايز اسالك عن الاهداف اللي انت بتسعي لتحقيقها الفتره الجايه بالنسبه لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى التدريبي على كل لا الحمد لله يعني خلينا نقول الفتره اللي فاتت عملنا يعني الحمد لله كانت سنه كويسه قوي بالنسبه لي وبالنسبه للملاكمه يعني الحمد لله حققنا فيها يعني احلام كتيره قوي يعني ميداليه اولمبيه ده كان حلمي الاكبر طبعا ان احنا انك تروح دوره اولمبيه طبعا والاتحاد يحط ثقته فيك ويدعمك ويأتمنك على الشغل وكده دي مسؤوليه كبيره بس في نفس الوقت حلم انت وصلت له بس ان شاء الله يعني اللي انا بحلم بيه باذن الله ان مصر يعني زي ما هي موجوده على الخريطه الدوليه بشكل كبير وموجوده بقوه على الخريطه الدوليه احنا يعني يبقى لينا يعني بامل الفتره الجايه يبقى لينا مدرسه مصريه في الملاكمه يعني العالم كله يقتدي بها زي المدارس الكبيره الموجوده لان احنا عندنا فعلا الامكانيات لده وعندنا التخطيط لده الحمد لله. طيب دكتور عبد العزيز عايز اسالك على الملاكمه المصريه امتى نشوفها على منصه التتويج الذهبيه بالتحديد في الاولمبياد من وجهه نظرك؟ يعني عايز شغل كتير قوي يعني عايز شغل كتير كتير وعايزه امكانيات ضخمه وعايزه معسكرات داخليه وعايزه معسكرات خارجيه اكتر من داخليه لان انت لما بتختار مجموعه شباب
اللي بيبقوا الفريق الوطني هم دول بيبقوا اعلى المستويات اللي عندك في مصر. لما بيلعبوا حتى مع المستوى اللي في مصر ما بيزيدوش، هو بيلعب مع بره بقى في المؤسسات الخارجيه، ده اللي رفع مستوانا الفتره اللي فاتت. يعني احنا لما جبنا 3 ميداليات اولمبيه في اولمبياد اتينا 2004 احنا قعدناش، احنا كنا بنقعد في مصر من 2000 ل 2004 50 يوم في السنه في مصر مش بره. يعني كنا بنقعد في مصر 50 يوم في السنه. عشان كده الاولاد بتاعتنا جابوا 3 ميداليات اولمبيه، لان انت حضرتك لما بتيجي تلعب بوكسين او بتلعب المنافسه انت ما بتبقاش عارف هتلعب مع مين، القرعه مش عارف هتوقعك مع مين. في مدارس، في مدرسه الروسيه بتعتمد على القوه والداشنج، والمدرسه الكوبيه والامريكيه بتعتمد على الديفنس والكونتر اتاك، يعني في 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 مدارس كتير. طب انا اعرف المدارس دي ازاي؟ مش من تدريب هنا في مصر، التدريب في مصر ما يرفعش المستوى بالقدر الكافي. ده فهو انت عشان عايز تقول اطلع التتويج سواء ذهبي او فضي او برونز لازم يبقى في منافسات خارجيه كتيره جدا ومعسكرات خارجيه كتيره جدا، والاولاد بتاعتنا تطلع بره، لان حضرتك طول ما ابننا هنا في مصر عنده اخته وعنده زوجته وعنده باباه وعنده اصحابه بيبقى دماغه مشغوله، انما هناك بيبقى قاعد ما وروش حاجه الا التدريب. يعني معسكرات كوبا دي معسكرات صارمه، يعني كوبا ما فيهاش اي متعه، يعني الساعه 8 اللاعب المصري بيستحمل الصرامه دي؟ بيستحمل غصب عنه، ما غصب عنه، مش غصب عنه، هو هو ماشي ممكن يستحملها بس لازم يكون حابب الموضوع. ما هو لا ما هو لا هو عارف رايح هناك وعارف هيحصل ايه. ما هو المقدمه مع المعطيات بتديك المطلوب بالظبط. انا عارف ان رايح كوبا ما عنديش حاجه غير ان انا اكل واشرب واتمرن واشوف اللاعبين واتمرن مع اللاعبين واظبط واظبط ميزاني. هو رايح عشان الهدف ده، هو رايح عشان كده، فده بيتحقق لان هناك ما فيش اي متعه. يعني كوبا الساعه 8 بالليل كل البلد نايم، يصحى الصبح الساعه 6 كل واحد بقى راح اتجاهاته. فاحنا بنتمرن في تمرينتين او ثلاثه في اليوم كمان هناك، في من الساعه 6 الصبح وفي الساعه 12 الظهر، وفي التمرين الاساسي بيبدا الساعه 3:30 او 4:30 حسب. وانا من خلال علاقاتي بالناس الكوبيين ومستر زراره ورئيس الاتحاد كنا احنا كان الفرقه المصريه الفرقه الوحيده اللي بتتمرن مع الفريق الكوبي، محدش بيشوف الكوبيين وهم بيتمرنوا. الفرقه كنا بنتمرن مع الفريق الكوبي الاول كل يوم. فهو ده اللي بيرفع، هو ده اللي بيرفع المستوى، هو ده اللي بيؤدي الى منصات التتويج. فلازم يبقى في احتكاك خارجي اكثر من الاحتكاك الداخلي. حضرتك راضي عن النتائج اللي اتحققت في اولمبياد الشباب السنه دي؟ الاولمبياد كلها ملاكمه. انا السنه دي انا بقول لحضرتك السنه الذهبيه للملاكمه. راضي يعني؟ راضي تماما. وبشكر كل مجلس الاداره والاتحاد واللاعبين، اللاعبين اكثر ناس بتتعب. اكيد طبعا. اللعبه بتاعتنا لعبه صعبه شويه في ان انت تبقى بطل فيها، ليها معطيات كتير عشان تبقى بطل فيها. أكيد في حرمان من الاكل وفي تدريب وفي عدم سهر وفي ما فيش نت وما فيش فيسبوك والكلام ده، قاعد تدريب. لا اللاعب بقى هو اللي بيحدد هذا الكلام. عايز تبقى بطل ولا مش عايز؟ لان انت ممكن تخش الاوضه وتقفل عليك تعمل اي حاجه في الاوضه تفضل سهران للصبح في الاوضه. طبعا. فهو احنا بنشرك اللاعبين بتاعتنا، اول اشراك اللاعبين بتاعتنا نقول له انت مسؤول عن ميزانك. لان هو لو زاد 100 جرام بيبقى بره البطوله. فلازم انت تشرك اللاعب وخصوصا اللاعب البطل في ان انت بتنهج نهج عشان يوصلك الى البطوله. لازم اللاعب يبقى مقتنع تماما باللي بتعمله ده، بيتعمل مصلحه عشان تبقى بطل. تمام. طيب كابتن ناديه كمدربه، ايه اوجه الدعم اللي انت محتاجاها في الفتره الجايه سواء من الدوله او حتى من الاتحاد عشان نشوف يعني ابطال اكتر متفوقين نقدر نحققوا ميداليات كبيره؟ لا هي اوجه الدعم، هو انا عايز اقول حاجه، الدعم دايما بيبدا بالمدرب بنفسه. يعني لازم المدرب يدعم نفسه. انت ممكن تروح يعني ممكن تقعد 50 سنه مدرب، بس في ال 50 سنه دول انت دعمت نفسك بايه؟ دعمت نفسك قريت ايه؟ شفت ايه الجديد في العالم؟ شفت ايه الجديد في طرق التدريب؟ شفت ايه الجديد اللي الناس بتستخدمه؟ لان كل سنه زي بالظبط كره القدم او اي رياضه، كل سنه في جديد، كل سنه في فكر مختلف، في اشكال تدريب، في علم بيتخلق من كل يوم. فلازم دايما المدرب يواكب التطور اللي بيحصل، ولازم يهتم بنفسه من الناحيه العلميه والناحيه الثقافيه والناحيه الاخلاقيه كمان. ان هو المدرب هو يعتبر هو اب او هو كل حاجه للاعب، هو بيعيش اللاعب بيعيش معانا اكتر ما بيعيش في بيتهم. فلازم المدرب يدعم نفسه في الاول، وفي نفس الوقت دايما يعني اللي عنده طموح او عنده رغبه ان هو يعمل حاجه، صدقني يعني انا بقول اي حد في اي مجال في بلدنا عنده طموح وعنده رغبه الناس بتدور عليه عشان تدعمه. يعني الناس بتدور علينا. انما انا ما بقاش قاعد مكاني واقول ادعموني. بالظبط. لا بالظبط، انت اشتغل وابرز نفسك عشان تحقق اللي انت عايزه. يعني انت شوف الناس هيشوفوك شغال اكيد هيدعموك.
طيب وانا بقى اكمل بس حاجه دي. اتفضل. انت عاوز ايه؟ ما دي اهم حاجه. اي بني ادم بيشوفنا لاعب او متفرج او مشاهد او مسؤول، انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه ديت انت اللي تحققها، 90% منها انت تعمله واحنا ال 10%. اهم حاجه ان كل بني ادم مننا يحط تارجت او يحط هدف لحياته، خصوصا للعيبه. انا داخل التمرين، انا دخلت لعبه الملاكمه، طب انا عايز ايه؟ عايز ابقى بطل اولمبي، يبقى لازم تعمل 1-2 لغايه 20 عشان تبقى بطل اولمبي. مفيش يعمل من 1 لـ5 ما تنفعش، تبقى بطل الجمهوريه، بطل الجيزه، بطل القاهره ماشي، انما انت عايز تبقى بطل اولمبي يبقى اعمل من 1 من 20 لان انت الرقيب على نفسك، مهما يكون المدرب ومهما يكون الاتحاد ومهما يكون المسؤول في الدوله او مسؤول في الاتحاد، عمره ما هيخليك تعمل اللي انت عاوزه. احنا بنساعد، انما الهدف الاساسي انت رايح. ده كلام مهم. طب دكتور عبد العزيز، احنا بنشوف الكاراتيه مثلا عليه اقبال كبير جدا من الشباب بيروحوا يتمرنوا كاراتيه في اي نادي من الانديه القريبه ليهم، ليه الملاكمه مش بنفس الاقبال ده من الشباب المصري؟ يعني اللي بيروح دلوقتي يتمرن ملاكمه كستايل، حابب شكل الملاكمه، الجسم الملاكم، تدريبات فتنس، لياقه، كلام من ده. امتى تنتشر لعبه الملاكمه؟ منتشره جدا في مصر، ودليل على كده بطولات الجمهوريه اللي احنا بنعملها بيبقى فيها ما بين 300 ل 400 ملاكم. انما زي ما حضرتك الالعاب اللي زي الكاراتيه هي بتبقى شو اكتر منها كومبيتيشن. يعني هو عايز يلبس البدله ويبقى عندي حزام واحد وسبعه دان وخمسه دان، فهي شو اكتر منها ان هي لعبه تنافسيه. انما احنا عندنا البطولات الجمهوريه اللي لسه اللي خلصين بطوله الجمهوريه في اسكندريه بنين وبنات، مشترك فيها حوالي 400 ملاكم. يعني دي انا بشوفها انها عدد كبير، فيها حوالي 70 نادي او مركز شباب، انا بشوفها ان عدد كبير. لعبه الملاكمه منتشره جدا، بس هي عايزه دعم شويه لانها اللعبه في الانديه ملهاش ميزانيات. يعني طبعا انا من خلال قناه حضرتك انا بشكر كل رؤساء الانديه ومراكز الشباب ان هم بيدعموا الملاكمه في الانديه بتاعتهم رغم ما عندهمش امكانيات، لانها لعبه ما بتتباعش، فانت عشان ما بتباعش ما فيش دخل ليها. فهو بيصرف منها على من الميزانيه بتاعته البسيطه سواء في النادي او في مركز الشباب. انما هي لعبه محبوبه جدا للشباب، محبوبه جدا للفتيات، دي لعبه احنا بنعمل بطوله جمهوريه حتى للفتيات بيبقى فيها 150-200 بنت، ودي حاجه كويسه جدا. يعني احنا لما كنا لسه في اسكندريه اخترنا 4-5 بنات جمال جدا تحت 17 سنه عندهم فنيات عاليه جدا، عشان كده هنعمل لهم ان شاء الله قرار بيوم 22 ديسمبر عشان نختار برضو مجموعه معينه ندخلهم مع نادي او مع احد المدربين عشان يعمل فريق بنات كويس. طيب كابتن ناديه، اخيرا الرساله اللي انت حابه توجهيها او النصيحه اللي انت حابه تقوليها لكل فتاه مصريه او فتاه عربيه بشكل عام. عايز اقول ان نخشوا الجائزه عشان يكسبوها. يعني انا عايز اقول ان الموضوع جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ده انتصار لكل ست مصريه ولكل ست عربيه، لان كانت الجائزه خلينا نقول هي مسابقه ما بين يعني اخذت افضل مدرب عربي من الرجال والسيدات وفي جميع في جميع الالعاب وجميع التخصصات، فده كان انتصار المراه العربيه. عايز اقول لهم ان الست العربيه قويه جدا، عندها طموح كبير قوي، لو اخذت فرصه تقدر تنجز فيها، ودايما لا ما نقولش احنا ضعاف، ما نقولش لا احنا مش هنقدر، ما نقولش لا احنا الموضوع ده مش هينفع معانا او مش هنقدر ننجز فيه، لا احنا نقدر وعندنا طموح لكده، وكل حد عنده هدف سواء راجل او ست اكيد ان شاء الله هيوصل له في النهايه ان شاء الله. دكتور عبد العزيز، مستقبل الملاكمه في مصر شايفه ازاي؟ والله انا شايفه بخير جدا طول ما في مجلس محترم متماسك معانا. انا مش عايز احسدهم لان الحمد لله احنا ماشيين كويس. احنا عندنا مجلس محترم جدا، عندنا مجموعه متميزه جدا، يعني عندنا كابتن توما عضو مكتب التنفيذ الاتحاد الدولي، وعندنا الدكتور شريف الجرواني، استاذ محمد عابد، عندنا بقى امين المال اللي هو الاستاذ صلاح العيد اللي هو يعني بيصرف الجنيه يعني مكانه بالظبط كده. فعندنا مجموعه كويسه، عندنا طبعا الدكتوره ماجده اسماعيل اللي مشرفه على الفرق البنات وهي عضو لجنه المراه في الاتحاد الدولي، وعندنا العميد تامر عبد الحميد طبعا ده حلقه الوصل بيننا وبين المؤسسات العسكريه. طبعا بشكر كل المؤسسات العسكريه والعميد حازم عبد المحسن ان هو قائد المؤسسات. الملاكمه في مصر هتبقى كويسه جدا لو الناس دي كلها تكاتف ان شاء الله حقيقي. يعني عندنا رايحين لسه اسيوط الاسبوع الجاي، استاذ مجدي عبد الفضيل عضو مجلس اداره هو مهتم بالموضوع ده، وعاملين في المدرسه العسكريه برضه في اسيوط البطوله. وعندنا لسه اسكندريه خلصين زي ما قلت لحضرتك، والمهندس اشرف كان هو برضه دينامو الاتحاد في المؤسسات. الخير قادم بس الناس
يشتغلوا. لو صدقني يا فندم لو كل واحد اشتغل كويس او في الحته بتاعته كل واحد يهتم بالحته بتاعته مش دعوه بالحته اللي غيره. يعني احنا كنا بننظم مؤتمرات هنا كنا بنتابع من لجان اقول له انت اهتم باللجنه بتاعتك لو شفت اللجنه اللي جنبك دي حصل فيها اي ديفو مالكش دعوه خليك انت في اللجنه بتاعتك. فكل واحد بس يشتغل بما يرضي الله في الحته بتاعته يعني يبقى افضل الناس. بالظبط ده في كل المجالات يعني مش في الملاكمه بس. ده اكيد شيء مهم. دكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمه نورتنا وشرفتنا وبشكرك جزيلا. انا بشكر فضلك وبشكر القناه الجميله وبشكر الكاست الجميل ده فعلا وبشكر النادي الاهلي وان شاء الله نسمع خير عن الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يرجع يا رب ان شاء الله سالم غانم لجمهوره والنادي ولان مصر كلها بتحب الخطيب شخصيه طبعا. جميله ومحترمه ان شاء الله. نورتنا طبعا يا دكتور. كابتن نادي عبد الحميد مدرب المنتخب الوطني للملاكمه نورتينا وشرفتينا وبشكرك. شكرا. ده كان لقاء مهم جدا وفقره حواريه مهمه جدا من ضمن فقرات الاهلي ليله النهارده. كان معنا كومتين كبار في لعبة الملاكمة لكن لسه حلقة الأهلي الليلة النهاردة ما خلصتش. الفقرة القادمة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وكل ما يخص الكرة العالمية بعد فاصل.